عبد الرحيم، والله حاليا متواجد في البيت مع الأولاد، متابعتهم في دراستهم، متابعتهم أيضا في الأندية مثل زايد وسيف عندي في نادي الوحدة، أيضا مع الأهل متواجد دائما يعني، وحاليا في الوظيفة يوميا أكون متواجد فيها. وبالنسبة للرياضة يعني أنا متابع للدوري، دوري الإمارات، وأحيانا أكون متواجد أيضا في الإعلام إن كان عن طريق تحليل أو كان عن متابعة الصحف، فأنا الحمد لله متواجد يعني مش بعيد كثير عن الرياضة. أكيد شوف جيل الوحدة هذا جيل يعني أنا ما أقدر يعني أوصف لك إياه، الجيل كان ممتع، جيل كان ما شاء الله يملك إمكانيات عالية من مستوى، من أخلاق، من تعامل. أمانة يعني هذا الجيل بالنسبة لي أنا ما يتكرر، لأن هذا الجيل صنع المستحيل في نادي الوحدة. النادي ما كان يحرز بطولات حضور هذا الجيل، أنا ما أتكلم بس عن جيل اللي هو عبد الرحيم وحيدر وفهد وعبد السلام وبشير، أتكلم عن في منهم من الأجيال اللي سبقونا التحقنا فيهم يعني واستفدنا أيضا من خبراتهم. فأعتقد أن الخبرة اللي استفدناها مع الإمكانيات اللي عندنا موجودة قدر أن هذا الجيل يصنع بطولات النادي الوحدة والاستمرارية مع الأجيال القادمة. شوف بالنسبة للمحترفين اللي مروا علينا في نادي الوحدة اللي مستواهم يعني كان جيد جدا، أعتقد عندك البوريلا، عندك لامين كونتي، عندك محمد سالم العنزي، عندك أيضا بيانو، عندك بينجا، يعني عدة أسماء موجودة يعني يمكن فيها أسماء ما تحضرني حاليا، لكن أبرزهم كان لامين كونتي اللي هو أول محترف كان موجود عندنا في دوري 98-99. مواطن؟ والله كثير مواطنين، صعب في الوحدة صعب تختار أمانة. أنا أقول لك إياها يعني ما أقدر أعطيك اسم معين وأقول لك هذا هو اللي كان، لأن شوف في كل موسم نحصل لاعب يأخذ أفضل لاعب، في كل موسم نحصل لاعب يأخذ أفضل لاعب، فكلهم كانوا نجوم يعني ما أقدر أقول لك إن هذا الأفضل على الإطلاق يعني. نعم. أفضل موسم لي مع الوحدة بالنسبة لي 2002-2003، الموسم هو اللي كان الأبرز لي بالنسبة لي أنا يعني. شو السبب؟ السبب والله في الموسم هذا الحمد لله رب العالمين إني قدرت أقدم مستوى كبير فيه، والحمد لله قدرت أحرز أفضل لاعب في الموسم، فبالنسبة لي كان موسم مميز. أغلى هدف كان في 2006 مباراتنا مع الشارجة، كنا متعادلين الشوط الثاني 1-1، فالفريقين كنا احنا متنافسين على البطولة يعني، هم احنا كنا متصدرين فارق نقطة بيننا وبينهم يعني، فالحمد لله الله وفقني في المباراة هذه وقدرت اني انا اسجل في الدقيقة تقريبا 91 يمكن تقريبا، واخذنا 3 نقاط فيها. افضل مدرب مر في تاريخ الوحده بالنسبه لي انا يعتبر الهولندي رينوس، هو افضل من مر على في تاريخ نادي الوحده، حرز 3 بطولات معنا، فاتوقع انه هو افضل مدرب مر علي. سيطر عليها، بيلعب لك كره في نص الملعب، محاوله الان من ثبيت خاطر، بيلعب لك كره الى خالد درويش، محاوله في الجهه اليمنى محمد سرور، بيرسل لك كره طويله الى الامام، محاوله سريعه خلصها يا اسماعيل، بيلعب لك كره، الله مستحيل اسماعيل. شوف الهدف هذا بالنسبه لي انا يعني المباراه كان فيها هجمات بالنسبه لعمان ولنا احنا، فمباراه في الشوط الثاني اشتدت بالنسبه لنا احنا يعني، المباراه هذه كانت وايد مهمه، نبغى نفرح شيوخنا، نبغى نفرح جماهيرنا اللي كانت حاضره، لان احنا في المباراه الافتتاحيه امانه يعني ما الله ما وفقنا وطلعوا زعلانين يعني في المباراه هذه، حبينا نعوض في المباراة،
اتوقع في الدقيقه كانت 72 يعني تقريبا. الكره ارتدت، الكره جاتني من عند خالد درويش رجع لي اياها، فمن لمسه واحده لمحت فيها اسماعيل مطار. اسماعيل دائما في الوقت هذاك دائما يحب الكره اللي تلعب له في المساحه اللي توصله للجول. الحمد لله الله وفقني، انا اقول لك في هالكوره هذه ان انا قدرت ان امرر له واسهل له المهمه. لكن الكوره هذه مش اول كوره العبها لاسماعيل مطار، مش اول كوره. سبق لعبتها في مباراه السعوديه، سبق لعبتها في الوحده لما كان معي اسماعيل. فالكل يعني كان يتكلم كيف انت صنعت، لا هي مش مساله كيف اني صنعت، كيف انا اعرف اسماعيل شو اللي يحبه، شو الشيء اللي وصله للجول. فالحمد لله توفقت انا في صناعه الفرصه هذه، والتوفيق من الله ان الحمد لله اسماعيل قدر انه يسجل وفرح جمهور الامارات وشيوخنا الحمد لله. والله شوف ذكريات الوحده يعني ذكريات لا تنسى، وكثير من الذكريات من المراحل السنيه لين ما وصلت الفريق الاول. ربعي واخواني هم نفسهم اللي كانوا معي في المراحل السنيه قدرنا ان نطلع مع بعض ونمثل الفريق الاول. فكلها ذكريات جميله يعني انا ما انت اقول لك اياها، ومن اجملها ممكن اقول لك انا اول بطوله دوري 98 99. تعرف انت اول بطوله واحنا مش متعودين يعني كجيل. ف وقت استقبال الشيخ خليفه الله يطول في عمره ويحفظه، يعني اللي لابس غترة وعقال واللي لابس الحمدانية، فأشكالنا كانت والله مل مبراكبة يعني، كل واحد يضحك على الثاني يعني. هاي أحلى أيام أنا مرت علي. كانوا اثنين احنا أول ما طلعنا الفريق الأول، كانوا اثنين، عادل خميس وسيد خميس. عادل مطر وسعيد خميس، هذول الاثنين كانوا حفلة يعني في يسمونهم في الفريق، يعني تسمع السوالف وتسمع الضحك وتسمع المقالب اللي يسمونها. وكان معاهم ايضا فايز اسماعيل، يعني اجواء كانوا يخلقون اجواء في الفريق، اجواء مش طبيعيه صراحه. شوف يعني ما بحيزعل مني، كلهم بالنسبه لي انا كلهم امانه لعب جيدين، بس انا بذكر لك يعني سامي الموسم هذا أمانة يعني بحكم الظروف اللي مر فيها الفريق في الموسم هذا، بدأ بطولة السوبر بطولة جيدة الحمد لله الله وفقنا فيها وخدناها. بس بالنسبة للدوري أنا يعني أمانة كنت مرشح الفريق بقوة يعني يدخل الموسم هذا على بطولة الدوري. ممكن بداية كانت جدا جدا جيدة في الثلاث مباريات أو الأربع مباريات، لكن بعدين ما اعرف شو اللي حصل. الدروب اللي صار في الفريق الدروب كان مش طبيعي، نزول في مستوى اللاعبين، عدم قراءي ممكن يكون من المدرب، ما كانت على مستوى جيد ممكن، لكن هذا ما يمنع ان الوحده كان ان له الحقيه ان ينافس على بطوله الدوري، لكن الله ما كتب لهم، ان شاء الله يعوضون في الموسم القادم. بالنسبه للبطوله الاسيويه انا اشوف مشاركه جدا جيدة يعني، تعتبر تأهلهم إن شاء الله للدور الثاني، ومن بعد الدور الثاني إن شاء الله هناك الفريق يلم نفسه ويكون أفضل من الموسم هذا اللي قدم إن شاء الله. شوف دائما اللاعب هو مثل ما يقولون المسؤول عن نفسه، يعرف هو كيف يحافظ على نفسه، يعرف كيف يقدر انه في وقت الاحتراف كيف يرفع من سعره وكيف ينزل من سعره. هذه مسؤولية اللاعب نفسه في الحفاظ على تحافظ على نفسك، في نومك، في اكلك، ايضا في تمارينك اللي انت تأديها بالوقت. انا اتوقع ان في الوقت هذا يعني هذه مشكلة نحن اللي نعانيها في كرة القدم، ان اللاعب مش قادر انه يحافظ على نفسه، مش قادر هو كيف يقيم نفسه. فمثل ما تشوف انت يعني
في لاعبين عندنا بدوا بمستوى جدا رائع، حاليا تشوف انخفاض كبير في المستوى. هذه كلها اسباب ترجع في المحافظه على النفس. بالنسبه لي حاليا في الوقت هذا، اللاعب اللي ما يحافظ على نفسه، اللي ما عارف كيف يبرز نفسه، اعتبرها خساره كبيره له في ظل وجود الاحتراف اللي هو مكسب للاعب يعتبر. والله نظرتي على الجيل الحالي بالنسبه للوحده، بالعكس قاعدين نشوف اسماء قاعده تطلع، اسماء جيده، هذا نظرا لجهد الاخوان اللي قاعدين يبذلونه في الاكاديميه. امانه ما ننقص من حقهم، ناس قاعده تشتغل وقاعده تتعب. نتمنى ان شاء الله يعني ان نشوف جيل نفس الاجيال اللي قبل، سبقت الاجيال هذه، الاهتمام، التعليم، الثقافه. امانه النادي الوحده من الاكاديميات المعروفه يعني على مستوى الدوله والخليج، فاتمنى ان شاء الله ان نشوف يعني نفس الاسماء اللي طلعت، نشوف ايضا اسماء قادمه تبرز، يكون لها حضور، تساهم نفس ما ساهمت الأجيال اللي قبل في حصد البطولات للنادي. هذا كله يرجع بنفس الاهتمام اللي كانوا يهتمون فيه في عبد الرحيم، في بشير، في فهد، في الكل يعني، في كل الأجيال اللي مرت يعني، ولا عليهم مكسور أمانة، هم قاعدين يقومون بشغلهم وأكثر. نتمنى إن شاء الله المزيد في السنوات القادمة، ونشوف أيضا أبنائنا إن شاء الله يمشون على نفس الطريق اللي احنا مشينا فيه ان شاء الله. شوف جمهور الوحدة، جمهور وفي جمهور مخلص امانة يعني، جمهور عمره ما قصر مع النادي، دائما متواجد، دائما يازر الفريق في البطولات. ايضا لاحظنا ان احنا فترة الفريق ابتعد عن البطولات، جمهور الوحدة هو الرقم واحد المؤثر في عودة الفريق للبطولات. ف يعني انا حتى لو انا اقولهم اطلب منهم طلب انهم يكونوا متواجدين، هذا شيء احنا خلصين منه يعني، دائما هم متواجدين، دائما متابعين، حريصين على النادي، يحبون ناديهم، ودائما ما يرضون ان النادي يكون في المراكز المتاخره، دائما هم متعودين انهم دائما يكونوا المركز الاول. فإن شاء الله بيكونوا متواجدين في المباريات الأسيوية القادمة إن شاء الله، وباقي من الدوري، وهم لينا الحين أمانة مش مقصرين أمانة مع النادي يعني.